J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine. ناجي ابو خليل. Welcome to Sarde. Thank you. وينعاد عليك. وعليكم. اليوم عيد استقلال لبنان. صار عمنا 77 سنة. ايه استقلنا من 77 سنة ولبنان كبير صار عمره 100 سنة. مظبوط. عم نختير. ايه عم نختير. Yeah, feels like it. So لبنان تنشأ بال 1943 وكمان حزب الكتلة الوطنية. National Bloc. وانت عضو من هذا الحزب. صح. وباللجنة التنفيذية إذا ماني غلطان. صحيح. وأنا personally يعني تجربتي الشخصية مع الكتلة الوطنية was always positive لأنه المبادئ تبعوا الكتلة عصريين تقدميين. صحيح. يعني بيطالبوا للعدالة الاجتماعية ضد الزبائنية لحقوق المرأة اللي حنحكي فيهم بعدين. And yeah, so welcome to Sarde. Thank you. أنا رح زيد الشغلة. أنت كنت عم بتقول هلا عن الكتلة إنه علاقتك مع الكتلة حلوة. علاقتك حلوة. أنا شتي مجروحة لأنه عائلتي كتلة زمان وجاي من أيام إميل إدي كان جدي بالكتلة ومن بيي وكل العائلة بالكتلة وبعرف منيح الكتلة وكنا عم نحكي قبل مع موعين بفتكر ضروري إذا فينا نبلش هالسردة نحكي عن تاريخ الكتلة لأنه اليوم نحن بلبنان عم نعيش عقوبات لا كيف بنقول عقوبات لا عواقب عواقب عم جرب بالكتلة الوطنية من رك على العربي ايه بعرف لاحظت انا فكر بجبران بسير العقوبات جبران بسير لا لا كتنبور كتبتون شو كتبت وينون عواقب يعني لبنان عم نعيش اليوم العواقب تبع الماضي مزبوط عواقب الماضي واليوم لما منشوف تاريخ الكتلة من وقت ما تأسست الكتلة ب 43 نذكر انه إميل إدي كان رئيس جمهورية لبنان يعني بين 36 و 41 المطالب تبعولكم الخط السياسي تبعكم زيته من 70 سنة لليوم اتغير والمطالب زيتهم مهم نرجع شوي على التاريخ هيدا الحزب يلي موجود بتاريخ لبنان صار له 77 سنة فيك تخبرنا شوي؟ أكيد وبتعرف الشغلة مديا يعني بكتير محلات منروح عليها بلبنان كذا بكل المناطق مع كل الأجيال كل ما نحكي مع حدا إنه نحن كتلة وطنية إلا ما يكون في عم خال أم كانت بالكتلة الوطنية أو أهل كانوا موجودين بالكتلة الوطنية والعالم بعد عنده الصورة الكتير إيجابية عن الكتلة الوطنية حتى لو هو حزب يعني تقريبا بعد بداية الحرب الأهلية يعني تقريبا خف وجوده على الساحة السياسية لأنه أخذ خيار أنه ما يحمل السلاح بلبنان وبالحرب الأهلية وهذا دفع ثمنه بالسياسة يعني الكتلة ضعف دورها لأنه رفضت تحمل السلاح وتقوس على الآخر بلبنان ويعني رئيس الكتلة أو عميد الكتلة ريمو إدي أخذ خيار لأنه شايف أنه ما قادر يلعب دور لما يكون السلاح هو العامل الأساسي بالشغل السياسي أخذ خيار أنه يترك لبنان بعد تعرضه لثلاث محاولات اغتيال ومن أكثر من طرف كان مشارك بالحرب الأهلية ورفض يرجع لأنه عارف أنه ما قادر يرجع ويغير ربما مجرى الأمور بلبنان يعني توفى وكان الوجود السوري بعده أو الاحتلال السوري بعده بلبنان ويعني رجع على لبنان ودفن في لبنان يعني هذا كان طبعا وصيته الأخيرة بس حامل إرث كتير كبير مثل ما أنت عم بتقولي فنحن اليوم يعني كربما أعضاء انضمينا للكتلة الوطنية بال2018 وال2019 عنا مسؤولية كتير كبيرة أنه نكون قد الحمل واليوم الفريق اللي ماسك الكتلة الوطنية أو اللي عم بيدير الكتلة الوطنية هو مكون من أعضاء كانوا موجودين تاريخياً بالكتلة وأعضاء جداد انضموا آخر فترة. You have to. لازم ترجع تجدد النيو بلاد. 100% والعناوين اللي حميتها الكتلة الوطنية هن مثل ما أنت عم بتقولي هن ذاتهم يعني موضوع السيادة موضوع حقوق المواطن والمساواة بين المواطنين بين الرجال والمرأة على اختلاف انتمائاتهم الطائفية هيدا بعده اليوم موضوع على الطاولة بين اللبنانيين ويمكن أحد الأسباب الأساسية ليه وصلنا لهون اليوم
يعني بعدكم عم بتطالب بزيت الأمور مزبوط. اللي هي it's the most basic thing يعني دولة مدنية وحقوق المرأة أكيد بس بعدها يعني الكتلة الوطنية عفوا اقترحت مشروع الزواج المدني ب 53 يعني شوف قد ايه كانت متقدمة على باقي القوى التقليدية اللي كانت موجودة بالساحة. واليوم بقى وانتم مرقتوا القانون حق المرأة بالتصويت صحيح ب 52 صحيح يعني. which is unheard of بالعالم العربي when you think about it وقتها 100%. وكمان في مواضيع لها علاقة بمكافحة الفساد يعني قانون الإثراء غير المشروع حتى لو ما طب بحذافيره دايما وخاصة بعد الحرب وخلال الحرب. هذا مشروع تقدمت فيه الكتلة الوطنية كمان بالخمسينات يعني لعبنا دور أساسي كمان بإرساء الإشياء اللي بعدنا عم نطالب فيها اليوم اللي هي دولة القانون. يعني بدي شوي اشرح فكرة انه نحن حزب قديم بس بنفس الوقت حزب جديد. بال 2018 بعد الانتخابات النيابية كان في يعني نتيجة وصلوا لعدد من الناس بلبنان انه نحن اذا بدنا نفوت بمعركة انتخابية ضد احزاب السلطة اللي لقمنا بثورة ضده العمل السياسي بده تنظيم أكيد. وبده اسم والإطار الوحيد اللي فيك تنظم فيه عمل الأفراد ويخليهم يشتغلوا بين بعض هو الحزب السياسي. فكان في فرصة وكارلوس إدي اللي هو كان عميد الكتلة الوطنية اقترح أنه يكون حزب الكتلة الوطنية هو البلاتفورم اللي ممكن ننطلق منه لننظم عملنا السياسي المشترك. هذا ما بيعني أن حزب الكتلة الوطنية هو حزب التغيير الوحيد بالبلد، ولكن اليوم شايفين أنه حزب الكتلة هو عم بيلعب دور أساسي ضمن هذا المساحة التغييرية اللي انخلقت من 17-20 لليوم. أكيد يعني بعتقد الضغط على الشارع هو جزء يعني جزء كبير من التغيير يعني شفنا من لحظة 17-20 لهلأ كان كتير مهم، وبعتقد خلقت شوي محاسبة عند السياسيين لأنه ما بقى عم بيعملوا كل شيء اللي بدهم إياه بلا ما نلقي الضوء عليه. صحيح ننزل يعني we protest ضد الفساد أو whatever، أو لما واحد منا بيروح على مخفر لأنه عم بيجربوا يقمعونا. بس هذا صار جزء صغير، وإذا منا نقدر نترجم هذا النشاط للأيناب بالشارع على صناديق الاقتراع اسمه صح لازم يكون في بلاتفورم مثل ما قلت، لازم يكون في حزب، and ما لازم نزعل اذا يعني كميه العالم خفت، بالعكس means انه لازم ناخذ هذا الوعي السياسي ونطبقه in a different way. صحيح it's a natural evolution هو القصص. صحيح يعني وظيفه الحزب السياسي بالنهايه هو ينظم العمل السياسي، يعني انت بتشوف يعني كل واحد بيناتنا من 17-20 لليوم عم بيشتغل بالسياسي بطريقه مباشره اكثر، ومنشوف قد ايه صعب انك تضلك منظم حالك على المدى طويل. يعني بدك إطار تنظيمي حقيقي أكيد ما يكون يعني إطار تقليدي، لا لازم يكون يعني مودرن وبده يكون فلكسبل أكتر وبده يكون عم يتأقلم مع الجيل الجديد، وهيدا الشغل اللي عم نجرب نعمله ضمن الكتلة الوطنية، يعني نستفيد من التراث والصورة والمبادئ اللي حميتها الكتلة الوطنية، ونفس الوقت نفتح حزب الكتلة للأجيال الجديدة اللي أنا بعتبر حالي بعدني جزء منها. أنت قد عمرك بهذا وين؟ 35 وليه فتت على الكتلة؟ لأنه صراحة اقتنعت بالفكرة، اقتنعت بفكرة أنه تحط صورة حزب فعلا نضيف بلبنان بسبيل المعركة التغييرية اللي نحن عم نخوضها سوا، ومقتنع أنه في شخص اسمه ريمو إدي ترك لنا تراث كتير كبير أو إرث كتير كبير عفوا. الإرث هو أنه هيدا الشخص ولا مرة ساوم من 43 لليوم لا ما ماتوا لا على موضوع السيادة ولا على موضوع الفساد ولا على موضوع استعمال السلاح بالداخل. هيدا الإرث السياسي الرسمال الكبير هو اللي أنعن أنه هيدي المؤسسة اللي اسمها حزب الكتلة الوطنية ممكن تكون أحد عوامل أو أعمدة وسائل التغيير اللي كل واحد بيناتنا على طريقته بده يشتغل عليها. بعدين تعرفت صراحة على الفريق القديم والفريق الجديد، يعني اللي هن ناس كل واحد جاي من باكراوند مهني، في ناس كانوا يشتغلوا بالسياسة بس الأغلبية ما كانت تشتغل بالسياسة، كلنا هيك باي ذا واي ووصلوا 100% يعني وعلى مختلف الأعمار، يعني إن كان بيير عيسى إن كان سلام يمود كل واحد يعني
روبير فاضل اللي كان هو النائب الوحيد وعنده اختصاص بالدومين تبعه بالضبط. وهودي ناس يعني حطوا كل شيء على جنب سيارهم المهنية وغيره وقرروا يشتغلوا بالسياسة. ليش قرروا يشتغلوا بالسياسة؟ لأنه فهموا كمان أنه إنك تحط أمل على أنه هيدا النظام يصلح حاله مستحيل. مستحيل ما قادر يصلح حاله، فبالتالي لابد من تغييره وضروري أنه نستبدله بوجوه جديدة وطريقة جديدة بالعمل السياسي. بلبنان صورة الحزب السياسي كتير بشعة، لأنه الحزب السياسي هو شيء دايما مكرون، أو يعني نربط الحزب بالميليشيا، نربط الحزب بالفساد، نربط الحزب بالطائفية وبالزعمة. بالزعمة 100% بالزعمة، هذا الكونسيبت الشخصاني اللي كنا عنا إياه، أنه في واحد بس لازم نلحق وما لازم نلحق فكرة مزبوط. يعني إذا بتلاحظ كل الأحزاب من 30 سنة لليوم، على الأقل 30 سنة، بعدها بنفس الزعيم وما حدا بيحاسبهم. يعني في ناس انه كانت بالسلطة وطلعت من السلطة ورجعت على السلطة وما تغير شيء بالبلد، وما حدا داخل احزابهم بيحاسبهم. نحن عم نقترح كمان موديل جديد، يعني هيدا عم بجاوب على سؤالك انه ليش حزب الكتلة الوطنية. يعني اول شغلة صارت مع اعادة اطلاق حزب الكتلة الوطنية بشوات 2019 هو عملوا اعادة هيكلة داخلية، بمعنى انه صار بطل في حدا شخص واحد وزعيم او عميد، بدل في عميد هو 100% هو ياخذ القرار. صار القرار يتخذ بشكل جماعي على مستوى اللجنه التنفيذيه، اللي هي مطالبه انها تقدم يعني او يعني تحاسب من قبل مجلس الحزب، اللي هو اذا بدك البرلمان تبع الحزب. هلا عم نشتغل على نظام داخلي جديد، لانه مع الثوره صار في طلبات للانتساب لحزب الكتلة الوطنية، وبالتالي لازم نستوعب هيدا الرغبة عند الشباب بالتحديد لينتسبوا لحزب الكتلة الوطنية، ولازم كل واحد بيناتهم يقدر يلعب دور. فالنظام الداخلي الجديد تقريبا صاير خالص، يعني من هلأ لآخر السنة ومفروض يصير في انتخابات داخلية، يعني مفروض يعني، وهذا رح يفتح الباب لتغيير كتير كبير داخل الحزب. وقبل ما بلشنا حديثنا كنت عم بقول لك عن الأشخاص اللي مسكين الحزب، أو يعني السينيور فيجرز بالحزب، هو ده ناس يعني جايين وعم يبنوا حزب سياسي لا يقدروا يتركوه للجيل الجديد. وبالفعل هيدا هدفهم، يعني مش انه طموح ورثي سوري. قصة الزعمة وعناصرهم بعتقد ما بدهم يتخلوا عنهم أو ما بيقربوا عليهم وبينتقدون، لأنه في خبز وملح وراذر خبز ودم بيناتهم، إنه ما فيك يعني تنتقدوا لهذا الزعيم لأنه هو دافع عنك أو دافع عن طائفتك وقتها صحيح. الحرب الأهليس ومن وراء هذا الـ PTSD ما عم بيتخلوا عنهم. وإذا يعني مع الكتلة الوطنية it's different، لأنه يعني بيركزوا إذا whether or not أنت كفؤ، بيركزوا على الكفئة. so إذا أنت ما لك عازي، مش أنه ما كان لك عازي، بس إذا خلص دورك أو لازم تغير الدم أو لازم تجدد شوي النشاط بالكتلة، هذا الشيء is completely normal ولازم تصير. بس كنت عم بتقول انت انه لما غيمو قدي ما قبل بال 76 يفوت بالحرب الاهليه، وبعدين ورفض كتير قصص، يعني كان ضد من قبل، كان ضد اتفاق القاهره وكان ضد اتفاق الطائف وما فات بالانتخابات العامه لما صاروا بال 92. عم بتقول انت انه الكتله دفعت تمنى انه بس اليوم اذا منشوف اذا بطلته على الساحه السياسيه من وقتها لليوم اشرف، لانه اذا كنتوا على الساحه السياسيه مع هول الاحزاب بين انه قديش انضاف. صحيح انضاف. واليوم رجعتوا مع ذات الفاليوز. مزبوط. يعني عندكم ذات الفاليوز، وبفتكر احسن من ما كنتوا انه تكونوا موجودين. صحيح. طيب انا كان عندي سؤال، يعني انه في الناس يلي كيف بدنا نقول فقدت أملها بالثوره، لانه مفتكرين كانوا انه الثوره بعد شهرين انه خلص كل شيء رح يزبط ورح نغير كل شيء وليره رح تضل بألف خير وكله منيح. اليوم اذا المطالب تبعوا للكتلة زيتون من 77 سنة لليوم، اليوم وصلنا لمرحلة منقدر ننفذها؟ إذا ما قدرنا ننفذناها صرنا
أكثر من 70 سنة. كيف اليوم أنتوا تفتكروا أنه رح تقدروا؟ يعني شو تغير من وقتها لهلا؟ إيه 17-20 بتصور 17-20 لحظة تأسيسية بتاريخ لبنان. ولأنه اللبنانيين كلهم نزلوا، يمكن ما كلهم عم يطالبوا بزيت الشيء، بس كلهم رافضين لنفس الواقع السياسي الاجتماعي الأمني اللي فرضينه علينا الأحزاب الطائفية، ورافضين لفكرة الطائفية بمعناها العام، يعني أنه تقسم الناس على حسب انتماءاتهم الطائفية والدينية. صور 17-20 لحظة تأسيسية من هيدا بهيدا الموضوع، انكسر حاجز الخوف، وانكسر حاجز الخوف، وفعلا بتصور يعني أول مرة ربما اللبنانيين بيحكوا بصوت واحد بأغلبيتهم، وهيدا اللي اليوم بيعطينا القناعة والقوة أنه نحن قادرين نكمل وبدنا نوصل. هلأ أكيد وشي طبيعي إنه الناس تقول أوكي طب وين وصلنا وما رح يتغير شيء، هيدا طبيعي، يعني العالم تعبانة، العالم كلنا عم نعاني من وضع اقتصادي مالي، من وضع صحي، من انفجار يعني ما إله مثيل، كلنا تضررنا من هيدا الموضوع وتعبنا، كل واحد بينيتنا حتى ولو احنا مؤمنين بالقضية السياسية كل واحد تعب. ولكن خلينا نكون واعيين لشغلة، يعني صراحة لما نزلنا ب 17-20 نزلنا وعارفين انه فايتين بمعركة، يعني منا رابحة دغري، نحن عارفين انه المشوار كتير طويل، نزلنا وقلنا كلمتنا بوقتها، وفي كتير ناس بتقول خسرنا، لا انا برأيي ما خسرنا ابدا، صار اشياء كتير اساسية من 17-20 لليوم اللي هي انه انكسر حاجز الخوف تجاه الطبقة السياسية. وفي شغلة تانية انه هود الناس خسروا مصداقيه، الزعماء السياسيين خسروا مصداقيتهم عند الشعب اللبناني، يعني اليوم بيجربوا يقولوا 100 شغله وبيطلعوا 100 خطاب بعد عندهم سلاح واحد انه يرجعوا يزيد يلعبوا على العصب الطائفي، بس حتى هيدا الخطاب اليوم يعني تاثيره على الناس صار اقل بكتير، لانه العالم واعي قد ايه صارت اللعبه مكشوفه بالنسبه لهم، مسرحيه مسرحية مثل ما صار بخلدي وقت نزلوا الشبيبة وبلش أوسع بعدين صار شيء بالضبط. وخاصة الشباب، يعني إذا بعد الناس يلي عايشوا الحرب وأكبر بالعمر بعدهم عندهم علاقة حساسة، إيه حساسة مع الطائفية، نحن الشباب ما فرق معنا، صح، يعني ما بنعرف الحرب الاهليه ما بنعرفها، ايه، ومش بس ما بنعرفها انه ما فرق معنا اذا هيدا سني او اذا شيعي او اذا ما لنا موجوده بخطابنا، لا ابدا. وما بنم يعني اذا بدي ارجع شوي على الكتله الوطنيه او كل الاحزاب اللي اليوم هي جزء من الثوره، انت ما بتبني شرعيتك على خطاب طائفي، يعني اي واحد بيناتنا بيحكي خطاب طائفي هو مباشره بيطلع من الحالة التغييرية بالبلد، يعني أحد معايير الانتساب للحالة التغييرية اليوم هو أنه يكون خطابك غير طائفي وبينادي بدولة علمانية، وهي دول الناس برأيي حتى لو بعده المشروع بده أنه نشتغل عليه سوا مع اللبنانيين بغالبيتهم، هيدا هو المشروع اللي بيجمع كل اللبنانيين، لأنه وصلوا لنتيجة أنه نظام الطائفي هو اللي عم بيوصل البلد للحالة اللي وصلنا فيها. بس في مكسب كتير أساسي صار من 17-20 لليوم، إنه تعرفنا على بعض، إنه معين وميديا وناجي تعرفوا على بعض وعم بيشتغلوا سوا بالشارع، وهيدا بيتطبق على كتير كتير مجموعات كان ربما ما في ثقة بيناتها، كان في انقسام اسمه 8 و14 بالبلد، وأنا مع أو ضد، هيدا كان الخيار الوحيد، مزبوط ولا لا؟ صح. صار في خيار ثالث، the illusion of choice، 100%. صار في خيار ثالث من وقت 17-20، كنا نوقف مع هيدا أو هيدا لأنه كان الأقل سوءا، اليوم لا، صرنا طموحين أكتر، مش لأنه نحن إيدياليست أو مثاليين أو غيره، لا، نحن طموحين لأنه شفنا أنه في إمكانية للتغيير، وعم نشتغل على أساس أنه إمكانية التغيير موجودة، وعلى أساس أنه نحن شايفين قديهن عم بيضعفوا أعدائنا، بدنا نسميهم أعدائنا، عم بيضعفوا 100%. والناس يلي كمان أنا بسمع كتير حكي، لأن نحن كمان أنا صرت كتير
مهتمة بالسياسة اليوم لأنه مثل ما قال معين هديك ساعة سنة كلنا بنحكي سياسة هلا عم نتعلم شوي شوي لا عم نتعلم أكتر وأكتر لنفهم أنه مشروع سياسي هو مشروع للبلد يعني نحن شو عم نطلب مش لأنه بدنا مش لأنه ما نعرف أو ما نفهم بالسياسة مثل السياسيين أو مثلك أنت يعني بتفهم بالسياسة أكتر مني ما تشد إيدك كثير يعني لهلا مبين هيك نحن المشوار تبعنا نعرفه بس في كتير ناس عم بيتسألوا انه طب ليه ما في حزب للثورة ليه ما في اذا متفقين او مش متفقين كأنه الناس مش بعد ما عرفت انه في اتفاق مع عدة الاحزاب مع بين الكتلة صحيح. مع منتشرين مع مواطنون مواطنات مع اللي حكي يعني في حكي بين هول الاحزاب التغييرية بعتقد حيالة واحد بيقول انه هو رئيس الرئيس الثورة وهو وجه الثورة he's full of shit يعني إذا ما الزلمة ترشح وانتخبوه بشكل ديمقراطي زلمة ما قاله عازي وأنا يعني برفض فكرة إنه كل الثورة لازم يكون عندها وجه واحد صح. بالعكس يعني مثل ما كنت عم تقول كل واحد نزل لمطالب مختلفة وهذا هو الواقع أنا نزلت غير مطالب من الزلمة اللي نزل كرمال اللي يأمن لقمة عايشه ولذلك لما يطلعوا هيك أحزاب تغييرية مثل الكتلة مثل منتشرين لحقي مرصد مواطنين ومواطنات تعطي مجال لهذا المواطن اللي ما كان عنده الاوبشن من قبل يقدر يختار اللي بده اياه عند السواء عم نعمل هذه القعده كرمال نحكي مع الاحزاب التغييريه ونشوف مواقفهم على كل المواضيع اللي تعتبر خلافيه شيء مع المجتمع اللبناني ليك يعني السؤال حقيقه بمحله لانه ناس كثير عم تسال انه ليش ما في اطار واحد بيجمع كل الاحزاب برايي يعني الاطار الواحد ممكن يجي بمرحله شوي متقدمه اكثر لما يكون في يعني ما بعرف انتخابات جاي اشيانس معينة جاي ساعتها اوكي الاطار الواحد بيكون يعني له اسبابه الموجبة بيصير في جبهات قصدك بيصير في جبهات بالضبط بس الاهم من هيدا هو انه يصير في اللي عم بيصير حاليا يعني يصير في حديث على المواضيع اللي سميتها خلافية ولكن انا صراحة ما بسميها خلافية لانه يعني في ارضية مشتركة اكتر ما كنا متوقعين بكتير مواضيع واللي كنا عم نجرب نتفاديها ببداية الثورة إن كان موضوع سلاح حزب الله إن كان موضوع الدولة المدنية إن كان موضوع الانتخابات بطل فيه اليوم إنه مواضيع ممنوعة ينحكى فيها بين ينحكى الصور فيها أتليست إيه وما في خوف ينحكى فيها وعم نحكي فيها وصراحة طلع يعني إعلان 30 آب من قبل زيارة ماكرون بنهار واحد كان عم بيحكي بكل المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللي بالبلد اليوم وجمع مجموعات كانت في ناس تعتبر يسار وناس تعتبر يمين ونحكى بكل المواضيع وبشكل كتير معمق ففي أرضية مشتركة بين الكل هلأ إنه يكون في أكتر من مجموعة كتير منيح يكون في أكتر من مجموعة بالنهاية في ناس رح تحكي أكتر مع طبقة اجتماعية معينة في ناس رح تحكي أكتر مع فئة عمرية معينة أو موقف اقتصادي معين كمان 100% فالمجتمع اللبناني متنوع وغني وهيدا وطبيعي أنه آخر المشوار يكون في تحالف معين لا يدير المعركة الانتخابية بوجه السلطة مع طرح وهون لازم يعني نحن مطالبين أنه كلنا سوا نقدم طرح سياسي اقتصادي اجتماعي مشترك لللبنانيين على أساسه يروح يصوتوا مع خيارات الشعب أو مع السلطة السياسية اللي حكمتنا من 30 سنة طب على قصة المواضيع الخلافية أو المفصلية هلا أكيد نحن نعرف في كتير عالم مع سلاح الحزب وفي كتير عالم ضد سلاح الحزب أنت كعضو من الكتلة الوطنية شو البوزيشن أو شو الموقف تبع الكتلة على سلاح الحزب في مبدأ كتير واضح واللي لا الكتلة الوطنية اخترعته ولا حدا اخترعه في شخص اسمه ماكس بيبير هو اللي اخترعه واللي هو انه العنف الشرعي بيكون بإيد الدولة وانه انتظام الدولة دولة القانون هو لما يكون السلاح بإيده ويكونوا كل المواطنين متساويين أمام القانون وما حدا قادر يحمل سلاح بوجه الدولة هلأ كمان في مبدأ تاني واللي هو مبدأ حق الشعوب بالدفاع عن نفسها وخاصة لما الدولة تتخلى عن دورة بالدفاع عن شعبها يعني كمان ما فينا بمرحلة من المراحل نلوم
ابن الأشرفية إذا حمل سلاح بوجه الجيش السوري ب 78 لأنه كان الجيش السوري محاصر الأشرفية وولاد الأشرفية كانوا عم بيدافعوا عن نفسهم. طبعًا. ما فينا نلوم ابن جنوب بالسبعينات وبالثمانينات إذا حمل سلاح وحتى بالتسعينات إذا حمل سلاح ليدافع عن نفسه بوجه الجيش الإسرائيلي اللي كان محتل الأرض ومحتل ضياع وعم بيقصف كل يوم. ولكن اليوم نحن صرنا مفروض بمرحلة تانية، يعني هذا الماضي، هذا الماضي بالضبط، في تاريخ معين ابتداء منه بدنا نقول انه نحن عنا ثقة ببعض كلبنانيين وبالتالي بدنا نبني دولة سوا. وما في رغم كل الكومبينات اللي ممكن يجربوها ما في بناء دولة عصرية، دولة قانون، مع وجود دولة عندها سيادة، دولة عندها سيادة مع وجود تنظيم مسلح مثل اللي عنده إياه حزب الله اليوم، عنده أجندة سياسية مش بس داخلية خاصة فيه ولكن إقليمية خاصة فيه. اليوم اللبنانيين عم بيتحملوا عواقب دور حزب الله بالمنطقة بدون ما يكون عندهم أي دور بالقرار اللي عم ياخده حزب الله أنه يروح على سوريا ولا يروح على اليمن أو غيره. فموقفنا نحن كتير واضح بهيدا الموضوع. هلأ كمان نحن متعلقين ب انه هيدا الموضوع داخلي لبناني وهيدا الموضوع ما بحلو الا اللبنانيين بين بعض، لانه ولا فرنسا ولا امريكا ولا فرنسا ولا امريكا ولا ايران ولا السعوديه في هوس انه يلا بيس ساعدونا صدقنا هابن. نحن عنا قناعه انه الحوار هو السبيل الوحيد لنحل اكيد مشكله حزب الله بلبنان ومشكله السلاح بلبنان، لانه هي فعلا مشكله حقيقيه عم بتسبب مشاكل سياسيه واجتماعيه واقتصاديه كتير كبيرة بالولد. هيدا موقف الكتلة الوطنية. وبتصور باقي المجموعات اليوم اللي مشاركة بالثورة كمان موقفها متقدم جدا صح. بموضوع سلاح حزب الله. وعطيتك مثلا إعلان 30 آب واللي مضوا مجموعات ربما كانوا معتبرين مرة من محل معين أقرب لخط 8 أزار، ولكن أنا عم بقول كمان مرة اليوم إنه ما في 14 و 8 أزار بين كل مجموعات الثورة. قطعنا هذا الشوط من كبير وعم نحكي بكل المواضيع خاصة بعد 4 آب، بالتحديد بعد 4 آب صحيح. أنا كمان بدي أسأل سؤال على غير موقف كمان. ب 56 في قانون قطع سرية المصرفية صحيح والكتلة ورا هالقانون، وقتها سمينا لبنان سويسرا الشرق وكانوا كل الناس مبسوطين بلبنان وبرات لبنان، في كتير ناس حطوا مصاري. اليوم اليوم مع الفساد شو موقفكن؟ لأنه لا كل الناس عم بتطالب انه نفك هالسرية لنعرف وين راحت المصريات. حجاوبك السرية المصرفية اقترحناها وتم التصويت عليها كقانون نفس الوقت مع قانون الإسراء الغير المشروع، لأنه كنا يعني بوقت الكتلة عندها هم كان أنه إنجاح موديل اقتصادي أو نموذج اقتصادي مبني على السوق الحرة ولكن يكون تحت سقف القانون ويكون في تنظيم للمنافسة وغيره وغيره من المبادئ اللي بعد عنا إياها. ولكن اليوم السرية المصرفية إن كان بلبنان ولا بالعالم، يعني لأنه أصبحت اليوم سرية المصرفية غطى لتبييض الأموال، غطى للفساد، عم تعرقل التدقيق الجنائي هلأ 100%. فبالتالي اليوم بطل يعني مقبول أنك تدافع عن السرية المصرفية في حين أنه كل الدول وبسويسرا بما فيهم سويسرا رفعوا ولو جزئيا السرية المصرفية. يعني اليوم أي بلد إن كان فرنسا أو أمريكا أو غيره بيقدروا يطلبوا من السلطات السويسرية رفع السرية المصرفية عن الحسابات، موضوع التهرب الضريبي وغيره وغيره من المواضيع. فمنه منطقي إنه نحن اليوم نطالب بالحفاظ على السرية المصرفية ببلد يعني الفساد أكله مثل لبنان. وصراحة السرية المصرفية أصبحت يعني بلبنان غطى لتبييض الأموال، وهيدا اللي أذى بشكل كتير كبير النظام المصرفي اللبناني والثقة بالنظام المصرفي اللبناني، لأنه صار لبنان على اللائحة السوداء يعني من وراء ممارسات المصارف اللبنانية واستغلالها لموضوع السرية المصرفية. فيعني موقفنا كتير واضح ونحن ما فينا نطلب شيء
لانه مفروض اذا بدنا نطلب انه نفك هالسريه المصرفيه او نطلب من سويسرا بار اكزامبل يكشفوا هالحسابات تبعوا السياسيين اللي سرقين لبنان، لازم نقطع بقضاء لبنان. صحيح، وقضاء مستقل. سوف ما فينا يعني علقانين ما عم نقدر نقدم. كيف فينا نعمل؟ شو الأولوية؟ إيه؟ يعني أنتوا كنتوا عم تقولوا رح ترشحوا حالكم للانتخابات، I'm assuming right. إذا رح ترشحوا حالكم، طب على أي أنه نحن نعرف أن القانون الانتخابي هلأ مرسوم على قياس وللزعماء كرمال يرجعوا ينتخبون؟ صحيح. والواقع أنه بركي بيرجعوا يصوتوا لكم واحد. أنتوا لما ترشحوا عالم على أي قانون رح تطالبوا قانون جديد، رح تطبوا القانون القديم؟ How is it gonna work؟ ليك عم نحضر حالنا من هلأ، وعم يعني عم نشتغل على الأرض ومع الناس من هلأ، لأنه المعركة حتكون كتير قاسية. وفايتين على هيدا المعركة، الأولوية الأولى هي الحفاظ على موعد الانتخابات، لأنه مثل ما شايفين ومثل ما جربوا يعملوا بالجامعات وبالنقابات، هن بدون يأجلوا الانتخابات. ليش؟ لأنه عارفين حالهم أنه ممكن يخسروا ويخسروا كتير. فهيدا ليش بدون يأجلوها أو لا؟ لأنه في تغير كتير كبير بالرأي العام اللبناني وعند الشعب اللبناني اللي تعبر عنه ب 17-20 وعم يتعبر عنه بالجامعات وبالنقابات بس إذا بيكسبوا وقت أكتر يعني ما بيكونوا عم بيخسروا كمان. هلا هن رهانهم على الوقت إنه بركي من هلا لوقتها بيكونوا شحدوا كم مليار. بيصير في انفجار تاني والعالم بتبطل تفكر بالانتخابات مثلا يعني أو بيأجلوها وبيقول لك أنا بتعلق بالسلطة وبنطر إنه الجو الإقليمي يتغير. يعني حساباتهم غير حسابات الشعب وغير حسابات الناس، يعني ما كتير عتلانين هم نحن شو بدنا وشو وجعنا الاقتصادي وغيره. بس هيدي المعركة الأولى، موعد الانتخابات كتير مهمة وبتصور رح تنفرض على الطاولة يعني بسرعة. المعركة الثانية هو إصلاح النظام الانتخابي اللبناني. شو يعني النظام الانتخابي؟ يعني التمويل الانتخابي، تحط سقف للإنفاق الانتخابي، لأنه لبنان النايب بيكلف أكتر من أمريكا مثلا. يعني طلع أرقام ما بعرف قدي مظبوطة، بس أنه النايب بيكلف 2 مليار دولار بلبنان بالكامبين. عم تحكي بالكامبين، يعني عم بيحطوا مصاري، عم بيحطوا مصاري بدرجة أنه أكيد بيربحوا. يعني فبدك تحط سقف ويلزقوا صورهم وين ما كان. يا ريت بيعملوهم هالحملات بطريقة حلوة يعني، وبيرجع بيزسوا الطريق. ايه طريق تحت البيت بس ها هي بيحفروها بعد ايه. عارف اذا شفت شارع الجميزي كم مره صاروا مبلطين؟ اكيد مش معقول قبل ما يعني تكسر. يعني اربع مرات فرد سنتين يعني، وهيدا اللي عم يكلف كتير، ومفروض انه واجهه بيروت عند السياح وغيره. بس لنرجع على موضوع الانفاق الانتخابي وموضوع الاعلام الانتخابي، يعني لازم يكون في عداله بتوزيع الوقت على قنوات تلفزيونيه. يعني نحن شفنا بشكل كتير كبير انه الشباب انه بيدفعوا بيطلعوا على بعض القنوات التلفزيونية بدون ما نعمم طبعا، لانه مش الكل بيمشوا بهيدا المنطق، ولكن هذا شيء توثق فيون لهولي. يعني عندك قنوات مثل مرسال غانم والاخري، يعني عن جد بيعملوا كأنه كيف تبييض الاموال، تبييض السياسيين. سعد الحريري 2.0 whatever. وانا بصراحه ما فينا يعني ما فينا كثير نتكل عليهم. وات وي كان دو، هلا اكيد فينا نطالب كرمال هذا الشيء يعطونا زيت الاماونت اوف اير تايم، بس مع هيك بلاتفورمز الترناتيف مثل غيد عم بيعملوا او مثل سردة او ميجافون وا في طلعنا، يعني في طلعنا الاير تايم اللي نحن بدنا اياه باسلوب غير. الاعلام البديل اساسي جدا، واللي عم تعملوه انتم كثير مهم. ثانك انا برتاح كون هون اكتر بكتير من استوديو صراحه. بس بنفس الوقت يعني بلبنان التلفزيونات بعد عندها متابعه كتير كبيره عند الجمهور، والماس ميديا بعد عندها تقل كتير كبير بصناعه الراي العام وبالتاثير على الناس. فبالتالي يعني بغض النظر عن الاشخاص وعن التوك شوز اللي ممكن انت عم تحكي عنهم، لازم يكون في قانون بيفرض على الكل شفافية بالإنفاق الانتخابي وحد أقصى بالإنفاق الانتخابي، واثنين على الإعلام الالتزام بتوزيع الوقت على مختلف المرشحين أو على الأقل على مختلف اللوائح أو سو بيعملوا غيره. بيعملوا حلقة فيه كل المرشحين أو أتليس جزء من المرشحين. كل واحد عنده عشر دقايق في إير تايم معين محدد لكل، يعني بتصور بكتير بلاد بيحترموها، وممكن نطلع حوالينا شو عم بيصير، ومنا صعب تتلاقى تقنيا يعني.
هلا يعني الموضوع الاول هو الالتزام بموعد الانتخابات، اثنين النظام الانتخابي، وثلاثه بيبقى القانون الانتخابي اللي انت عم تقول انه هو معمول على قياسهم. ومزبوط معمول على قياسهم. هلا طبيعي نحن بدنا قانون انتخابي يكون عادل اكثر، يكون اكيد يعني بيسمح للتعبير عن اراده الناس بشكل اكبر، ويعني خفض سن الاقتراع ل 18 سنه، هذا اكيد هيدا محسومة. هلأ نحن ككتلة وطنية في اقتراح قانون انتخابي، ألا وهو الدائرة الفردية، يعني كل دائرة بتنتخب نائب، وهيدا بالنسبة لنا كان ضمانة أن يكون في علاقة مباشرة بين النائب وبين الناس، ونظهر من منطق المحادل الانتخابية، ونظهر من منطق الحسابات الطائفية بالانتخابات، بتصير الحسابات اكثر إلى علاقه بمشاكل الناس فعلا. سو بيسيكلي يعني حتى اذا انت عايش ببيروت ونفوسك بطرابلس ما لازم تروح على طرابلس كرمال تنتخب هذا الشخص، هيك قصدك؟ انه الانتخاب مكان السكن ومش مكان النفوس، هيك قصدي. ليك يعني حر الشخص، بتصور يعني منيح انه نترك حريه الاختيار للشخص انه ينتخب مكان السكن او مكان النفوس، ولكن هيدا مختلف عن اللي انا عم جرب اقوله، واللي هو انه كل دائرة انتخابية بيطلع منها نائب واحد، يعني بيصير عدد الاشخاص اللي بينتخبوا النائب مش ليستا يعني مش ليستا، مش دائرة الفردية. اوكي، بس كيف يعني بدك قطع قانون جديد مع مجلس انا معك يلي هلا موجود، ما بحياتهم رح يقطعوه؟ لا، الاهم من هيدا كله بتصور انه نخوض المعركة على نظام الانتخابي وموعد الانتخابات وخفض سن الاقتراع، ونحن يعني مع الباقيين عم نفكر سوا كيف أفضل طريقة إنه كمان نفكر بقانون انتخابي حتى لو ما قطع نطالب فيه، واللي هو إنه على الأقل يصير في جزء من مجلس النواب يتم انتخابه خارج القيد الطائفي، يعني يصير مثلا ما بعرف 10% من النواب أول دورة ينتخبوا خارج القيد الطائفي، بعدين بتزيدها ل 20%، يعني بعد التفاصيل بنشغل عليها عم بعطي مثل، بس ضروري انه المطالبة بالدولة المدنية تبلش اليوم، يعني بموضوع طبعا تدريجية، ولكن ما تبقى بس شعارات، يعني اليوم عندك ميشيل عون بيحكي بدولة مدنية، ونبيه بري بيحكي بدولة مدنية، وسعد الحريري بيحكي بدولة مدنية، وقالهم 30 سنة حكمين البلد وما شفنا شيء منه لهذه الدولة المدنية، ان زواج مدني اللي هو يعني أبسط الأمور مش عارفين يصوتوا عليه، عم بيحكونا بدولة مدنية فيعني عم بيكذبوا على الناس أو مش فاهمين شو موضوع الدولة المدنية فخلينا نجرب اثنين سوا. بس لازم نراقب الانتخابات كمان، لازم نطلب إنه نراقب الانتخابات، مثل ما طلب زياد بارود من 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 كم سنة لما كان وزير، لازم نراقب كل شيء، الصناديق، الانتخابات، كل شيء، لانه مش معقول يلي عم بيصير، وهيدا في ناس ميتين عم بيصوتوا بلبنان. صحيح، ولازم يعني من هون هيدا الشغله كتير اساسيه اللي انت عم تحكي عنها، لانه بلبنان وزاره الداخليه هي اللي بتراقب الانتخابات، ووزير الداخليه هو مرشح على الانتخابات عاده، فلابد انه اليوم في انترست صغير بقى. صغير ما حدا منتبه له، بس انه يعني في تصور كتير سهل وسهل التطبيق انه يصير في هيئه مستقله لمراقبه الانتخابات، يعني هي تعد الاصوات بالمشبره وتكون مؤلفه من المنظمات اللي الغير حكوميه اللي عندها خبره كتير كبيره بموضوع الانتخابات ومراقبه الانتخابات والعمليه الانتخابيه، ان جي اوز يعني المفكره القانونيه لادي وغيرهم وغيرهم، ممكن يكونوا هن بالاضافه لربما بعض القضاة هن اللي يكونوا موكلين بعملية مراقبة الانتخابات النيابية وتنظيمها. طيب إذا ما تغير هذا القانون وصار الانتخابات ب 2022 مثل ما مفروض يصيروا، في أمل نقدر نربح، مش نربح كل المجلس بس نربح كم مقعد نحن مع هذا الانتخابات؟ بس لا مع هذا القانون، مع هذا القانون في إمكانية لخرق كتير كبير، مش لأنه نحن كتير أبضيات، لأنه الشعب اللبناني واضح أنه اليوم بده تغيير، وهيدا عم بيبين بأشياء كتير ملموسة، يعني بالجامعات الأحزاب السلطة ما عم بيسترجوا يترشحوا، صح.
يعني البهدة اللي خايفينين منها لدرجة انه مش مسترجيين ينزلوا على الانتخابات، جربوا يأجلوها ما مشيت معهم، ما نزلوا على الانتخابات لانه شافوا شو صار بالاليو، شافوا شو صار بالاليو، شافوا وشايفين شو بده يصير بالايوبي وحتى باليسوعية كمان. يعني والطاقة اللي عم بيشتغلوا فيها طلاب الحالة التغييرية مش معقول، ما معقول لأنه مقتنعين باللي عم بيعملوا فيه. هود اللي بيعطوك قناعة أنه تغيير جاي، وبيعطوك قناعة أكتر أنه اللي بيوجهك فعلا خايفين، وخايفين هو عارف، بيعرف ضعفه أكتر ما أنت بتعرف ضعفه، وكلهم بدون استثناء صراحة، اللي مسلح واللي مش مسلح. وهن سلاحهم أصلا شو 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 بيقل المصاري، ما هذا يلي كمان من خاف. حتى المصاري بطل فيه، يعني هن كانوا ياخذوا ما بيحطوا من جيبهم، يعني مش بس بيسرقوا بيحطوا بجيبهم، بس حتى الحملات الانتخابية ما بمولوها بجيبهم، بمولوها محلين من الدولة، بيوصفوا ناس أو بيوزعوا مصاري بطريقة أو بتانية عبر مشاريع بيسمسروا عليها، أو بتجي المصاري من السعودية، من إيران، من ما بعرف أي بلد، هيك بمولوا حملاتهم الانتخابية. اليوم إيران بطلت قادرة تبعت مصاري، والسعودية أخذ قرار الهيئة أنه ما تبعت مصاري، والدولة بطل فيها مصاري، ثم رح فيهم يبرطوا في أمل حقيقي صراحة. لا يعني في كتير ناس خايفين أنه لأنه جوعوا الشعب وأحسن يعني أهين طريقة لتركع الشعب أنه تجوعوا سياسة الجيع، يعني ولما رح نوصل على الانتخابات تشتكي رح نكون جوعانين أكتر من اليوم. صح. دجا حال ما صار شيء لأنه ما عم بشكله حكومة، ما عم بيعملوا أي شيء. إيه بعدنا ناطرين. الرشوة إيمتى صارت أقل؟ إيه أهم، لأنه اليوم إذا بتعطي $100 للشخص لتقول له بلي صوت لي، صح، اليوم $100 750,000 ليرة، بعد سنتين ما بنعرف وين رح نصير، وب750 ألف ليرة عائلة فيها تعيش شهر، يعني هيدي كمان خطرة لإلنا. هلا هل في ناس ممكن تتأثر بهيدا الشيء؟ ممكن، يعني ما فينا نقول إنه والله كل الناس عندها هيدي المناعة تجاه الرشوة السياسية، ولكن نحن على قناعة إنه الشعب اللبناني عنده كرامته وعنده من حاله، لبنان اللي بيحرم حاله من كل شيء كرمال يعلم أولاده بأفضل مدارس ويبعت أولاده يتعلموا برا، بده يرتشف $100 ما بتصور. يعني حتى والعالم عم تفقر اليوم بضل عندها كرامتها وعم تعمل كل شيء بعدها لليوم، ما في لبناني يعني كلنا عم نعاني، كلنا في عنا مصريات بالبنك محجوزة وغيره وغيره، الناس حواليك ضل عندها كرامتها وما بتفرجي هيدا الشيء، وعم تجرب تضل عم تهتم بأهلها، عم تهتم بإخواتها، عم بيهتموا بأولادهم بكتير من الكرامة. أنا ما بتصور إنه هن قادرين يرشوا الشعب اللبناني بعد اللي صار. ممكن بعض الناس تتأثر، ممكن بعض الناس فعلا بحاجة، بس بالنهاية اللي رح يكون حاسم هو اللي رح يبين بصندوق الاقتراع. وبعدين في شو حلو، شو في أمل بحديثك خير هذا الواقع. إيه لا إنه لا حلو، عن قناعة صراحة مديا، عن جد أنا كتير مبسوطة أسمع هيك حكي لأنه أنا عندي أمل. بس قد ما في ناس حوالينا مدبرسين مثل ما نقول باللبنان المشبرع، مدبرسين ماني عارفة كيف بدي أحكيهم وفصلهم ليه في أمل. المشوار طويل، مشوار طويل، ولازم النفس يكون طويل هو كمان. بس اللي كنا عم نحكي هلا قبل عن الجامعات، كل هول الطلاب رح يصوتوا هالسنة، صح، بعد سنتين. يعني في كتير شباب يلي كان عمره 18، لأنه نحنا فينا نصوت لما واحد يكون عمره 21، اليوم الشباب يلي نزلوا بالثورة رح يصوتوا هالمرة، وما رح يصوتوا للأحزاب أو رح يصوتوا تكوخ. يعني من قبل بعتقد كمان المشكلة مع جيلنا أنه كان حس حاله disenfranchised، مفكر أنه خلص لبنان هيك ما فينا نغير شيء، صح. بس بعد ثورة 17-20 صار في نشاط، صح. يعني أنت صوتت آخر انتخابات؟ لا ما صوتت. أنت صوتت؟ صوتت. آه صوتت. وين؟ بسور، أنا من سور. بسور وقدرت تصوت لحدا منيح؟ صوتنا للليحة المعارضة بدون ما نسأل كتير أسئلة هيك. ولكن صوتنا للليحة المعارضة لأنه منعرف بعض الأشخاص ضمن هيدا الليحة اللي قدموا لمجتمعهم، وبكل الأحوال هيدا هو الخيار الوحيد، أكيد ما نصوت
أنا من أربع سنين ما صوتت، آخر مرة ما صوتت، بس قبلها صوتت على اللائحة وين كان في روبرت فاضل لأنه بصوت بطرابلس. اللي هو عضو من الكتلة الوطنية. ويلي هو عضو باللجنة التنفيذية. النايب الوحيد اللي استقال. الوحيد استقال من كم سنة؟ من 3-4 سنين. من خمس سنين. هو استقال ليه؟ exactly. وصل لنفس النتيجة معين إنه هيدا النظام غير قادر على إصلاح نفسه ولابد من ممارسة العمل السياسي بطريقة تانية. يعني روبير قدم أكتر من مشروع خلال وجوده وعمله كنايب، واشتغل كتير بموضوع الإصلاح المالي والرعاية الاجتماعية، الحماية الاجتماعية. يعني كان مقترح مشروع لمكافحة الفقر المدقع بتوزيع عاشات مباشرة يعني مادية قيمة نقدية للعائلات الأكثر حاجة. طبعا كان عندهم أولويات تانية، جيبهم مثلا. يعني خاصة أنه روبير من طرابلس بيعرف كتير منيح قديه هيدي المدينة محرومة. صح. رغم أنه في ربما كمية مليارديرية فيها. مش معقول، ما غريب يعني، كيف يعني تو بليونيرز هيك أو أكتر أكتر بأفقر مدينة من أفقر المدن بالشرق الأوسط ومن أجمل المدن بالشرق الأوسط كمان. إيه مش حرام، ما بيطلعوا مش لكشينهم. أيه. هيدا يلي أنا ما بفهم. هيدا يعني كنا عم نحكي عن كرامة الناس من شوي. في احتقار للناس، يعني الطريقة احتقار لحياة الناس اللي عملوه بأربعة آب، ويمكن نرجع نحكي بالموضوع، هو أكبر دليل قديه هود الطبقة السياسية ما عندهم أدنى اعتبار لحياة الناس. They don't give a fuck man. كان كلهم بدون استثناء معهم خبر إنه في كمية من النيترات بمرفق بيروت، ما حدا منهم تحرك. هلا عمتين عرفت وما عرفت وكذا وهيدا نازل وما نزلت مثل حسان دياب. ايه. انا كان لازم انزل بس ما نزلت، اجلتها. مش هون قال انه صار بيعرف قبل بجمعتين وما قدر يعمل شيء لانه ما في ملفات كثير عم بين امكانيه يعمل هذا الشيء، يعني عم ينفتحوا هلا خلص. انه حتى يعني الناس منا غبيه والناس عارفه وين الحقيقه. هيدا ما بيعني انه التحقيق ما لازم يصير، التحقيق لازم يصير ولازم يصير تتحمل المسؤوليه وكل واحد يتحمل المسؤوليه بشكل شرعي. يعني في عم نحكي 250 ضحيه ببيروت و 300 ألف واحد بدون بيت مشرد. يعني اكثر من هيك ما فينا نتحمل. فبالتالي يعني الإصرار رح يضل قائم والمتابعة رح تضل قائمة لحين إنه يصير في حقيقة مبينة بهيدا بموضوع البور، وإنه كل واحد يتحمل مسؤولياته وما حدا رح يكتفي بإنه مدير جمارك توقف هون ومدير بور لا لا، بدنا المسؤولية السياسية الجنائية تتحقق كذلك الأمر. أصلا في رابورات تبع جوزيف نحد يلي عم بلشوا يطلعوا على التلفزيونات وكانوا شو هنا رابورة؟ هو كان صلوا سنين عم بيقول انه في هالنيترات، وسنت الماضي اكتشف انه كانوا هالنيترات مسطوطين كيف ما كان، وكان في حدهم كيروزين وكان في حدهم فرقيع، وكان الباب تبع الانغار 12 كان مفتوح. هلا يعني في كتير قصص كان قايلهم، كان هو قايلهم للسياسيين. ونهارتها نهار الانفجار كان فل ابكر شوي من مسار الانفجار وكتير تأثر. بس كان قايلهم لكلهم انه يا جماعه في شيء كتير خطير عم بيصير ما حدا عبره. انا يعني اول ما بلشت هيك فوت بالسياسه، اول شغله قالوا لي انه ليك البار ما فيك تقرب عليه، ما فيك تتظاهر فيه، ما فيك تسكر البور، لأنه لعبة محصصة، كل الأحزاب عندهم شقفة من الكعكة وما فيك تقرب عليه. It's like a stronghold. هذه أول علومية طلع ليها أنه كل العالم، كل الأحزاب بتمسك بالبور. طب لكن إذا هول الأحزاب ما كانوا عارفين أبعت It's impossible. بس إذا عندك شخص مثل هذا الزلمة عم بيقول للعالم، للسياسيين أنه في نيترات، يعني كلهم كانوا عارفين regardless إذا مأكد يعني كبير الحزب أو صغير. يعني ليك لما توصل كمية من هذا النوع على بور بيروت، انه طبيعي انه الكل معهم خبر. اكيد يعني الابقاء كمية من هذا النوع ببور بيروت مع كل الخطر الامني وحتى السياسي على لبنان، انه يكون موجود كمية هالقد كبيرة من مادة تستعمل للتفجير وتستعمل للمتفجرات،
انت هيدا قرار بتاخده سياسي وبتقبل فيه. ففي سؤال اول، ليش وصل النيترات على بيروت وبعد لهلا ما وصلتنا اجابه؟ في سؤال تاني طلع اكثر من تقرير انه في كتير من هيدا النيترات طلع من البور وراح على محلات ثانيه، ما زال 400 طن فقع، مش 1750. طلع اكثر من تقرير صحفي انه بين 300 و800 طن. سو ايماجن لو انفجروا 2750، بدنا نعرف لوين راح هيدا النيترات ومين كان عم بيستعمله، مزبوط ولا لا. وثلاثه بدنا نعرف ليش هيدا النيترات بقي وكان في ناس ما خبر فيه وما حدا تصرف. واربعه بدنا نعرف كيف صار التفجير بنهار التفجير، وليش الاطفائيه ارسلوا لهيدا المحل مع علمهم انه في نيترات والحريق بلش قبل بساعة من التفجير. طب انتوا عارفين انه في كمية من هيدا النوع عم تحرق ببور بيروت؟ طب خبروا الناس انه على الاقل اخلوا المناطق المحازية للبور، ولا كمان عم تجربوا تخبوا وترقعوا؟ مات 250 شخص ببيروت وتشرد 300,000 شخص و 7,000 جريح. طبعا يعني هيدا مصيبة تانية، يعني هيدا كارثة تانية، ال 7,000 جريح. ولمين هالنيترات؟ في هذا السؤال كمان صراحة ما بدنا نفترض أجوبة، مع أنه كل واحد بيناتها متصور عنده قناعة لمين هيدا النيترات ووين راح هيدا النيترات ومين استعمل هيدا النيترات. متصور ما كتير صعب أنه، بس خلينا ياخد القضاء مجرى مجاله. ولكن نحن بدنا جواب اليوم بالطريقة اللي عم يندار فيها الملف أبدا ما أنا مقنعة. شو عم بيصير؟ فيك تقلي شو عم بيصير exactly؟ صراحة يعني ما مش واضح. يعني في فادي سوين عينوا بعد ما كان هو الخيار الثالث من الخيارات اللي طرحتهم وزيرة العدل، وما في أي وضوح وشفافية بطريقة إدارة الملف. يا خي عملوا مؤتمر صحفي خبروا الناس وين سرتوا يعني أقل الأمور انه تعملوا هيدا الشيء بمجزره مثل هيدا النوع صارت ببيروت. اكيد لانه عم يجربوا يرقعوا ويخبوا مثل ما جربوا يرقعوا ويخبوا الحريق بحد ذاته اللي وصل للانفجار. اليوم اذا الشخص معين من السلطه السياسيه ما راح يكون قادر هو يقوم بالتحقيق المستقل، لابد من انه يصير في لجنه تحقيق مستقله هي تقوم بالتحقيق. لجنه تحقيق مستقله بتكون مكونه من قضاة مشهود لهم بالاستقلالية، يعينون من قبل منظمة، فينا نتصور يعني آليات منظمات غير حكومية عندهم معرفة بالسلك القضائي اللبناني. فينا نتصور أنه رئيس مجلس القضاء الأعلى يعين جزء من القضاة اللي ضمن لجنة التحقيق المستقلة، هن اللي بيحققوا. القضاة في لبنان في جزء كبير منهم مستقل ونزيه، ومرات منخلط بين قضاة وقضاء لبناني. القضاة في جزء مستقل ونزيه بيناتهم وعم بيشتغل وعم يضحي، وفي منهم بس بيردوا على التليفون بنفسه اللي بدهم ياسي يعني. 100% يعني هي هن ضمن نظام وكل واحد عنده زلمته ف اتس ريديكولس. مش معقول كل السيستم ضد الشعب اللبناني. يعني نحن بنفكر انه ليه ما في واحد منيح، ليه ما في واحد في يطلع اتليست هذا، او قرر ما يشارك بالحرب الاهليه وذاتس واي تراجع شوي هلا عم بفوت على الساحه السياسيه، او طردوه من البلد انتميديشن مثل ما صار مع ريمو قدي، او قتلوه ذاتس ات. وهلا نحن عم نبلش نطلع مع حلول الترناتيف، مع احزاب تغييريه، مع احزاب ثوريه، مع فكر ثوري. صحيح. افتكر الانفجار فرجع برهن اللبنانية انه It's not fucking working anymore. لهول السياسيين نحن منا مواطنين، نحن بس ارقام. ما لنا قيمة. صح. ما عنا قيمة ابدا. افتكر كنا عارفينه، بس انفجار مرفق بيروت برهن هذا الشيء. برهن هذا الشيء انه انتم ما لكم عزاء وما بتسوا شيء. نحن ما بنسوا شيء، يعني الاسعار عم بيطلعوا، الليره عم تتدركب، الناس مش عم تقدر تحافظ على مصرياتها. ما قلنا اياها، اذا مش عاجبكم فلوا. قلنا اياها هلا مش ضد معه لانه باقيين، بس انه ايه رح اصلا بيعرف شو الفله. على فكرة هيدي الكلمة اللي قالها بنهارتها ووقت نزلنا على الرينج بعدها، في ناس نزلت لأول مرة على الشارع لأنه هيدي الكلمة استفزتهم، خاصة الأميات اللي ولادهم برا. في كتير ناس نزلت لأول مرة بعد هيدا الشيء. من
بدي ارجع التاريخ تبع الكتله، لانه عم نحكي عن هذا الموضوع وعن الفل يلي عرض علينا اذا مش مبسوطين. هو فل وب 91 طلب يشوف ريمو قدي يلي رفض يستقبله. صحيح. رفض يستقبله. ما اذا بتعرف القصه لأقول لك قد ايه كان زلمه كثير مهم ريمو قدي. قلت لكم شتي مشروحه مش بس لانه هو كان زلمه فظيع، رفض لانه قال ما بدي استقبله لانه هذا زلمه ما عنده الا فكره واحده يطلع رئيس جمهوريه وراح يخرب لبنان لا يوصل هذا المقعد. قال ورفض وما شافه. عم نحكي من 30 سنة. من 30 سنة. ايه 91. بالتسعينات صراحة. بالضبط أي سنة. ايه أول ما. ايه لا أكيد يعني. ليك بدي أحكيك بكتير صراحة. أنا خلقت بسور. وخلقت بجو معين. ولكن كان في شخص اسمه ميشيل عون كان عم نشوفه كشخص واقف ضد الميليشيات، كشخص عم بينادي بعلمانية الدولة، كان موقفه تقريبا واضح بعدين عرفنا أكتر من النظام السوري ومن إسرائيل، فكان يعني معبي كل ال كوشيتو تليكاز اي تشيك. وفعلا يعني كان عم بيحكي من برا وكتير صوته ونبرته عالية بموضوع الوجود السوري والاحتلال السوري بلبنان. وكان يعني بين الناس اللي كانت عم بتطالب بأيامها بهذا الموضوع كان ربما الأبرز والأكثر قبولا، لأنه نعرف أنه مثلا سمير جعجع القوات اللبنانية عندهم هوية طائفية أكثر، اليسار اللي كان عم يجرب يعمله سمير قصير ما كان كتير مسموع أو معروف، فلو ولد مثل حكايتي بأقاصي الجنوب كان ميشيل عون هو الأقرب لتصوري. وشو صار؟ صار أنه اللي كان عم بيقوله ريمو قدي عن ميشيل عون طلع مزبوط، يعني حمل قضايا كتير نبيلة وقدر يغشنا فيها، وطلع أنه هدفه الأساسي هو الوصول إلى رئاسة الجمهورية. يعني كان مستعد يعمل ديل مع النظام السوري ليرجعوا على لبنان، وأكثر من هيك يعني الاتصالات بلشت بين السوريين وحلفائهم اللبنانيين بال 2005 قبل عودة ميشيل عون على بيروت. طب هيدا الأشياء بتنعرف. هلأ ريمو قدي بخبرته بالسياسة وكان قادر يقرأ الناس مثل ما هني، فهم ميشيل عون ربما قبلنا كلنا عامة المواطنين، ولكن هيدا حقيقته. يعني اليوم واضح انه هيدا الشخص ما عنده هم الا ميشيل عون وصهر ميشيل عون. ايه كنت رح اقوله. فينا نفتح هيدا الموضوع صهره إذا ويا عم بيصير يعني عشوائي. إيه لا مش عم كتير أهمية. في كتير ناس انبسطوا. إيه لا في كتير ناس انبسطوا. جي بي جي بي ما بيمضي على تويتر. إيه بيمضي جي بي مزبوط. مش معقول. لا يا مان لا. لا بس إنه أنا 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 يلي بتمنى إنه تكرر المسبحة. يعني مش بس اكيد انا كتير مبسوطه انه هلا بس كرمال العالم ما بتعرف جبران باسيل طرقوا عقوبات فظيعه. بعرف اذا في كتير ناس ما بيعرفوا طنطره ما بتعرف. اوكي بس بتعرف شو هن التفاصيل بالضبط ابات العقوبات؟ إيه؟ معك خبر؟ ليك بدي بلش اقول شغله، انه ما حدا ما في بلد بالعالم وما في مواطن ببلد بالعالم بحب انه يصير في عقوبات على مسؤول سياسي بهذا البلد، لأنه بالنهاية هيدي صورة سلبية عن لبنان، وكنا بنتمنى أنه ما نضطر نوصل لهذا المطرح وأنه نحن نقدر نحاسب هود الناس وما يجي الحساب من برا، لأنه بالنهاية الدول بتشتغل على أساس مصالحها. فخلينا نكون كتير واضحين بهذا الموضوع. هلأ هو تم فرض عقوبات عليه بناء على حسب ما عم بيقولوا الأمريكان أمور إلها علاقة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان. هلأ دايما
النشرات اللي لها علاقه بليش عم يعملوا العقوبات ما كتير بيفوتوا بالتفاصيل، يعني بيضلهم بالعموميات، ويعني ما بنعرف اكثر على تفاصيل الملفات اللي على اساسها تم معاقبه جبران باسيل. هلا بالموقف السياسي اكيد انا ضد انه يصير في تدخل بالسياده اللبنانيه ويصير في فرض عقوبات على مسؤول سياسي من ناحيه المبدا، ولكن كمان جبران باسيل بيتحمل مسؤوليه العقوبات اللي تم فرض عليه، لانه هو اخذ خيارات سياسيه، هو فايد بملفات عم بيتحمل اليوم عواقبها. انا كلبناني ماني مضطر لا دافع على جبران باسيل ولا ارفض عقوبات لأولى بالعربي المشبرح فشت لنا خلقنا كلبنانيين. يعني ايه عندك أكثر من هيك ايه موقف سياسي وموقف شخصي موقف شخصي تبع كل اللبنانيه طبعا ثلاث ارباع اللبنانيه فشو لنا خلقنا، يعني خلينا نقول من الاخر ان شاء الله كل المسحه ما يكون بس هو يصير فيه. لما بتقولي كل المسحه انه مش بس واحد كذا واحد، ايه يعني لما هيدا المثل كثير بحبه، مش مثل اكسبريسيون، انه تكر المسحه، يعني لما تفك المسحه وتكر اول كرزه ايه بكره كله في شيء بيوقفها بعد ما بنعرف مين البقية. صح، في اشاعات عم بيطلعوا على واتساب ليستيت، ما بعرف من وين جايين، بس هي بعتقد يعني بس ببلشوا بجبران باسيل، بعدين البقية ببلشوا يخافوا، وبس تيخافوا بعدين فيك تكبس عليهم. بلشوا قبل جبران باسيل كمان مع يوسف انيانوس صحيح، وعلي حسن خليل هلا يعني خلينا نحن كمان انه بالنهاية ممكن هودي الناس يتعاقبوا ويكونوا على لائحة العقوبات الامريكية، بس الحقيقة انه هن بعدهم حاكمين البلد. صحيح ولا لا؟ وبالتالي نحن يعني ما تحسن وضعنا. هي المحاسبة لازم تكون داخلية، نحن لازم نحسبهم، والمحاسبة الحقيقية لازم تكون بموضوع الانتخابات. هلا 100% يعني هيدي المحاسبة الحقيقية، وبالقضاء، لانه في كمان موضوع الاموال المنهوبة وفي موضوع البور، وهودي لازم التحقيقات تاخد مجراها ونوصل للحقيقة. هلا من هلا للانتخابات شو بدنا نعمل؟ يعني الوضع الاقتصادي والمالي بالبلد، خلينا نحكي بكثير صراحة، يعني نحن باقيين بهيدا البلد، وكل يوم يعني اوكي عم نحكي بامل وعم نحكي بانه بدنا نوصل لبعدين، وصراحه عم نحكي عن قناعه انه مكملين، ولكن في ايام بتفي اوكي الوضع ما انه هين هذا خرا خرا كثير يعني ايه عم نعاني كل يوم كل يوم عندك مشكله، وكل يوم بدك توقف بالصف هون، وبدك يعني مش هين العيش بهين. وواضح انه هود الجماعة ما قادرين يحلوا المشكلة، يعني وقف الانهيار مش قادرين يعملوه، يعني بعدهم لليوم عم بيحكوا عن محاصصة لحكومة نحن عارفين مسبقا انه ما رح تشتغل، لانه عم بيستعملوا يعني بالضبط نفس الادوات اللي وصلتنا لهيدي الحالة. وبعدنا بدنا نقول انه المخرج الوحيد من هيدي الازمة ووقف الانهيار ما بيكون الا من حكومة من خارج الطبقة السياسية، يعني حكومة مستقلة تكون أجندتها السياسية وشرعيتها مبنية على محل عالم تعرف تشتغل، ما تجيب لي تكنو سياسي ومنا مرتبطة بهيدا الزعيم أو هيدا الزعيم، وتنقل يعني تنقل البلد كمان لمحل تاني، يعني تحضر لانتخابات، تبلش تحكي بالانتقال لدولة مدنية، وعم نحكي عن أشياء كتير بسيطة، يعني قانون موحد للأحوال الشخصية، انه هو الامور كتير بسيطه ناجي، يعني بس اهم من هيدا كله معين موضوع الاقتصاد المالي. يعني هيدا اشياء كتير اساسيه ولازم تنعمل بسرعه، وكل يوم عم ننطر، كل ما عم ينهار الوضع اكتر، وكل ما عم بيصير اكتر صعوبه معالجته، وهن يعني وقاحة ما في الا مثيل قاعدين بعدهم عم بيتحاصصوا على الوزارة، وبطلوا عم بيحكوا بالموضوع، يعني هلأ مؤخرا انه ناطرين نحن الفرج من وين يجي، رح ياخذ المالية مثل العادة لا المالية محسومة خلاص ضن لا محسومة مبروك إلك عم بتسأل علي نجد أن شيء لا سعد حريري قاله انه رح ترجع لهم، يعني ما في مهرب ايه هلأ لأنه هي مكتوبة ايه بقتها انا ما سابسورد هيدا يلي يعني ناطرة انا اشوف كيف ان شاء الله تنفك قبل الانتخابات، ان شاء الله شيء يصير قبل الانتخابات، لانه
شعب تعبان. لا لا ضروري ضروري جدا. يعني الانتخابات بعد سنة ونص. عندي سؤال. طب let's say هذا الباست كيس سيناريو إنه كل شيء بينفكر بالانتخابات وعن جد نحن عنا مساحة نعمل اللي بدنا إياه in terms of نحسن البلد لأنه نحن كفؤين ومعرف شو بدنا نعمل. worst case scenario ما بيصير شيء بيجان بينتخبون هول الشباب الزعماء let's say بيضلون وبيضلون حاكمين لا حديث ما يموتوا right لأنه let's be real كل واحد منهم بين 70 و80 وانه عم بيشوف الموت بس تيموتوا او لك هول الاحزاب رح يقدروا يلبوا جمهورهم مع زعيم جديد او ابنهم اقول لنا نحن ما بنعرف انه كل الاحزاب سوري الاحزاب في مثل في ويران تبدا يعني في مثل عم نشوفه تحت عم نشوفه يعني هو الحزب التقدم الاشتراكي وزعامة ولي جملات يعني في مشكلة شرعية أساسية بأنه ولي جملات ينقل الزعامة لابنه مثل ما هو ورثة من بيو مثل ما هو ورثة من بيو وفي مشكلة بمحلين يعني في أنه تقبل الناس أنه شخص ياخد الزعامة بمجرد كونه ابن الزعيم وفي يعني واضح انه مشكله حتى عن تيمور جملات يعني بمجرد انتمائه لجيل جديد مبدا الزعامه او فكره الزعامه عم بيناضل فيها يعني حتى شفنا المقابله مؤخرا على الجزيره يعني واضح انه منه كتير مقتنع بهذه الفكره وبتصور انه هو مثله مثل كتير ناس بهيدا الجيل وقتها الفاميلي بزنس فاميلي بزنس يعني اوكي عم بيلعب هيدا الدور ولازم يتحاسب على اساس الدور اللي عم يلعبه ولكن في يعني اليوم عدم قناعة انه هيدا هو مبدأ الزعامة هو المبدأ اللي على اساسه مفروض يمشي هيدا البلد ويكون هو عماد او اساس النظام السياسي اللي ماشيين فيه فاستمرارية هيدا الاحزاب انا ماني شايفها انه مكملة والمثل الثاني بتصور انه تيار الوطني الحر يعني ما بعرف قد ايه وشفنا انه مبدا الوراثه السياسيه لما صار في انتخابات بال2015 او 2014 وتم تعيين جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر لانه تعيينه منه انتخاب جزء كبير من مناضلي تيار الوطني الحر تركوا التيار واليوم جزء كبير منهم عم بيشاركوا بالحاله التغييريه او بالمعارضه اللي اليوم عم تركب بالبلد من داخل حزبهم لا هن تركوا التيار بال2014 2015 وجزء كبير عم بيلعب دور مهم يعني اليوم بضمن الحاله التغييريه هذا بيعني انه هيدا الاحزاب اللي ما فيها اي نوع من المحاسبه واي نوع من الديمقراطيه ما عندها امكانيه على الاستمرار اللي بيعطي استمراريه للحزب هو قدرته على تجديد نفسه وهذه الأحزاب مرتبطة بالزعيم لدرجة أنه موت الزعيم بتأدي لآخرتهم بتضعفهم بشكل كتير, كتير كبير يعني كلنا بنتسأل أنه إذا 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 مات نبيه بري مين بيجي محله إذا أنه يطول بعمره لا لا أنه كل ما بتشوف واحد من هول الزعماء بتقول طيب أنه لما راح يروحوا مين راح يورث ما شفنا يعني ما نون كتار يلي ورتوا قدروا يعملوا شيء من بعد مش كل الناس رمؤدي مظبوط صحيح لأنه ترك والكتلة بطل فيه عميد يعني كارلوس إدي منه ابن رمؤدي وابن خيو وبطل عميد وصار رئيس شرف لا لا حتى اليوم يعني كارلوس كان هو رئيس تم انتخابه بشباط الألفين وبداية الألفين وتسعتاعش شباط الألفين وتسعتاعش ولمدة سنة وتم انتخاب رئيس جديد للكتلة الوطنية واللي هي سيدة رائعة جدا سلام يموت واللي عم تنقل فعلا كمان الحزب لمحل تاني كارلوس إدي اللي هو شخص كمان يعني متواضع جدا ورائع جدا واللي هو أخذ مبادرة بإصلاح الحزب هو عضو اليوم باللجنة التنفيذية للكتلة الوطنية بعتقد رح نوصل على آخر البودكاست so, سؤال فينا نسألك إياه هلأ ما زال الفينش لاين تعتبر الانتخابات والبداية أو البداية exactly. الجزء الثاني شو فينا نعمل من هلأ للانتخابات ليك بدنا نحضر الانتخابات
وتحضير الانتخابات بياخد جهد ووقت وشغل كتير كبير، لأنه المعركة كتير كبيرة. يعني اليوم حكينا ربما شوي بطريقة إيجابية، ولكن بالوجه في ناس مع الإعلام ومع المصاري ومع السلاح الشرعي والغير الشرعي، فالمعركة قاسية وبدنا نشتغل بمعركة على صعيد كل لبنان. قوام هيدا المعركة هن الأحزاب السياسية، وبتصور معركتنا الأساسية هي اليوم أنه نقدر ندعم الأطر التنظيمية، يعني الأحزاب اللي ممكن تحمل هيدا المعركة، اللي هن بيروت مدينتي لحق مواطنون مواطنات في دولة، من تشرين، الكتلة الوطنية. يعني هود الأحزاب هن اللي قادرين اليوم يحملوا هيدا المعركة، وعن جد يعني لازم يحسنوا ربما من قدرتهم على استيعاب كل الطاقات اللي موجودة اليوم. الشغل اللي عم بيصير بالجامعات أساسي جدا، ولازم يعني كمان يصير بنفس الطريقة وبزخم أكبر وبطريقة ممنهجة أكتر على صعيد الانتخابات النيابية بعد سنة ونص. يعني سنة ونص ماشي بتاريخ السياسة. صح. الشغلة الثانية الأساسية اللي هي العلاقة بالمطالبة بأنه يصير في حكومة إنقاذية انتقالية قادرة تاخد البلد لمحل تاني، وبالتحديد أن قادرة توقف الانهيار وتحترم موعد الانتخابات وتعدل من نظام الانتخابي وتغير القانون الانتخابي لينقلنا لمحل تاني لدولة أكثر مدنية وأقل طائفية. كيف هذا فيها تصير هذا الحكومة الانتقالية؟ ليك يعني معين واضح أنه هن ما قادرين يشكلوا حكومة، وما قادرين يعني يشكلوا حكومة تنقذ البلد، لأنه جربوا. مش كانوا عم بيقولوا انه عملنا حكومة تكنوكرات اللي هي حسان دياب؟ طلعت مالنا حكومة تكنوكرات وما طالع بايدها شيء، وقرار السياسة مرتبط بالناس اللي حطوها. يعني حتى خطة الإصلاحية اللي وضعتها هيدي الحكومة رفضت الطبقة السياسية ووقفت، يعني ما قدرت الحكومة تفرض الخطة الاقتصادية او الخطة الإصلاحية. بعدين اجا مصطفى أديب صرنا ناسي عم ننسى اسمائهم من كثر ما جربوا أسماء جديدة. كمان شفنا أنه ما قادرين يشتغلوا أو يرجعوا يركبوا حكومة تكنوكرات. إجا سعد الحريري قالنا أنا بدي أعمل حكومة تكنوكرات. سعد 2.0 بليز. رايت. وسعد اللي قالنا أنه في سعد جديد عند مارسيل غانم وبده يعمل حكومة تكنوكرات وما بيقبل بالمساومة. هلأ وصلنا لحكومة محاصصة وبدون مداورة و ما قادرين يشكلوا حكومة، لأنه هيدا النظام بأزمة سياسية، وما قادرين يشكلوا حكومة تنقذ البلد وتوقف الانهيار. شرط وقف الانهيار أنه يكون في حكومة من خارج الطبقة السياسية بتشتغل بالسياسة بأدوات مختلفة وبتاخد شرعيتها من عند الناس مباشرة وليس من عن هيدا الزعيم أو هيدا الزعيم. هل هي مهمة سهلة أنه تفرض هيدا الحكومة؟ لا، يعني هيدي بدها عدة عوامل. ربما الطبقة السياسية توصل لنتيجة انه انا ما قادر اشكل حكومة وما قادر احل المشكل الاقتصادي والمالي اللي هن مسؤولين عنه بالبلد، ممكن نسلم البلد لحدا تاني. هيدا احتمال بسيط بس ممكن يصير، بس الحقيقة انه بس الناس قادرين يفرضوا هيدا الخيار، والناس بالشارع قادرين يفرضوا هيدا الخيار. الضغط بالشارع هو المهم. بتصور هيدا المدخل الاكثر منطقية، يعني ما فينا نراهن على قديه طبقة سياسية عقلانية بلبنان. يعني ممكن نفكر والله انه هودي لانه المهمة كتير صعبة، يعني اي حكومة حتجي اليوم بلبنان بدها تضطر تاخد قرارات كتير صعبة بالسياسة بالاقتصاد بالمال وغيره، بدنا ندفع ثمنها. ولكن على الاقل بنكون عارفين انه في اعادة توزيع عادلة للخسائر، وانه اللي مسؤولين عن هيدا الازمة بدون يتحاسبوا، وعارفين حالنا لوين رايحين. في خطة. نحن هلأ فايتين معهم بحكومة مش عارفين يشكلوها، يعني كيف بدهم ينقذوا البلد إذا مش عارفين يشكلوا حكومة؟ وعم ندفع تمن أصلا، يعني حتى إذا غيرنا الحكومة وصار في الحكومة يلي بدنا إياها ورح ندفع، بس لجو عفو لشاندل، يعني أنه خلينا نتعذب بس كرمال كرمال شيء، مش مثل هلأ كرمال أسباب نبيلة. يعني هلأ عم نتعذب بس ما في شيء مقبيله. بالضبط. وعم ننهار بسرعة كتير كبيرة. يعني إعادة الثقة، واحدة حكومة جدية من خارج، يعني هود ناس اليوم عم بينحطوا على لائحة العقوبات، فقدوا كل مصداقية وكل ثقة المجتمع الدولي، إن كان المجتمع القريب ولا المجتمع البعيد. يعني شيء غريب إنه واحد
رئيس جمهورية بلد تاني اللي هو ماكرون نشر عرضهم للجماعة ولا واحد منهم طلع ورد عليه مثل الكلام. يعني ما في كرامة. لا ما في. يعني حتى حسن نصر الله طلع ورد عليه بس بقى كتير مهذب لاحظته. يعني غريب. بس علينا في تهديد وفي وعيد ومنزل ومنطلع وفي قمع وفي كبروا يعني علينا بس ماكرون بيجي بيحكي مثل الولاد الصغار بيقولوا نعم سيدنا هذا الواقع واضح. هلا يعني ايه موضوع الانتخابات موضوع الحكومه بالتحديد الحكومه هو اولويه لانه العلاقه بالواقع الاقتصادي والمالي. وثلاثه بتصور الموضوع اللي كثير اساسي هو موضوع البور. يعني ما فينا نقبل انه ما تنعرف الحقيقه بموضوع البور لانه فعلا كلهم مورطين فيه. واذا نحن عنا كرامه كلبنانيين ما فينا نقبل انه يصير شيء بهيدي الطريقه بنص دين بيروت وما يتحاسب الناس المسؤوله عن اللي وصلنا له. تفتكر رح نعرفها للحقيقه اكيد يوما ما؟ اكيد انه من دون شك. لكن هيدا منه اختيار سياسي. الاختيار السياسي بيتحضر بيتخبى هيدا نتيجة فسادهم وإهمالهم وعدم قدرتهم على إدارة أي شيء. فصعب كتير تخبي الأدلة وصعب كتير إنك تستبق إنه كان رح يصير فيه انفجار. فصور مكشوفين والحقيقة حقيقة. يعني نعرف نحن مين المسؤول ولا لا نعرف مين أكيد. المسؤول بس بدنا إنه القضاء ياخد مجرى وبدنا إنه يكون في قرار عند القضاء يحملهم المسؤولية السياسية محملينهم إياها المسؤولية الجنائية باللي صار بمرفأ بيروت. Alright. طب thanks for coming ناجي. Thank you for having me. ميرسي كتير. It was a great Sarde. بنشوفك على الطريق بالشارع. أكيد. لما بدكم. Perfect. نحن عم نشوف بعضك الحال.